كنا نعرف موائد رمضان والبسخ غير المعقول وغير المبرر الذي يمارسه الأغنياء عندما يتعلق الأمر بالطعام في هذا الشهر، الأمر الذي يرفع الأسعار بشكل جنوني ويؤدي إلى اختفاء الكثير من السلع الغذائية الضرورية من الأسواق، وخصوصا في البلدان التي تعاني اليوم من حروب وكوارث اقتصادية. لا أحد يتضرر في هذا الشهر أكثر من الفقراء، فهم يعانون فيه أكثر مما يعانون في أي شهر آخر. الصيام عبادة يفترض أن تسمو بالروح عاليا وتساهم في تواضع المتعبد وتزيد من بساطته ومن عفويته، لكن صيام المسلمين تحول إلى حلبة سباق يتباهى بها الصائمون، طبعا القادرون ماليا، غير آبهين بالفقراء الذين يطحنهم الجشع والبسخ في هذا الشهر.